أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الصادرة لهذا اليوم. من المواقع المحلية اختفاء حافلة نقل من مطار عدن عقب أيام من استلامها. موقع أمريكي يروي قصة نزوح أسرة من صنعاء بعد رفض ابنها ترديد صرخة الحوثيين. خبير أسلحة ألماني صور الحوثيين عن هجوم أرامكو مزيفة. أهلا بكم. أخذوه من أحد شوارع صنعاء دون وجود أي مبرر، وبعد عام من اعتقاله أفرجوا عنه مقابل أسير حرب، وعنون موقع الصحوانت في صفقة تبادل الإفراج عن الزميل الصحفي أحمد حوذان من سجون الميليشيات بعد عام من اختطافه. قال الموقع إن ميليشيات الحوثي أفرجت عن الزميل الصحفي أحمد حوذان بعد اختطاف دام لأكثر من عام. قال رئيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى يوسف حازب إن عملية الإفراج جاءت ضمن صفقة تبادل 8 أسرى من الحوثيين لدى الشرعية مقابل 8 مدنيين اختطفهم الحوثيون في صنعاء، بينهم الزميل حوذان. وطالب حازب ميليشيات الحوثي بالإفراج عن بقية الزملاء الصحفيين الذين يقبعون في سجون الحوثي منذ 5 سنوات. مع بدء العام الدراسي فرضت ميليشيا الحوثي على طلبة المدارس ترديد شعار الولاية الذي ينص صراحة على أن الله أمر بتولي عبد الملك الحوثي. هذه فقرة من تقرير نشره موقع ارفع صوتك تحت عنوان أطفال عدوانيون، كيف يؤدلج الحوثي عقول الطلبة اليمنيين. تفرض الجماعة إقامة أنشطة طائفية بغرض فرض أفكارها على التلاميذ في تهديد واضح للنسيج الاجتماعي. يأتي هذا على حساب الأنشطة المدرسية المختلفة التي يفترض أن تنمي مهارات الطلاب. واضطر أحد المواطنين لنقل نجله من مدرسة حكومية بصنعاء إلى مدينة خاضعة للحكومة الشرعية بعدما أساء مدرسون وطلاب معاملته لرفضه ترديد الشعارات الحوثية في طابور الصباح. يقول الأب: كانوا يقولون لابني أنت لا تردد الشعار لأنك مع العدوان، في إشارة إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين. وأمام المئات في طابور صباحي لمدرسة حكومية شمال صنعاء استهل القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين المكنى أبو علي كلمته بتلاوة آية قرآنية تدعوهم أن يكونوا أنصار الله، ليحث الطلاب على إسناد جبهات القتال بمختلف أنواع الصمود، مستندا إلى توجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. يفيد الموقع: قتل المئات من طلاب المدارس منذ بداية الحرب بعد انخراطهم في القتال بصفوف الحوثيين، وفرض الحوثيون على جميع مدارس صنعاء نصب لوحات تحمل صور أشلاء أطفال ما يتسبب بآثار نفسية على الطلبة. تقول إحدى الطالبات: أشعر بألم نفسي ووجع لا يوصف كلما شاهدت هذه الصور، أنا أكره مشاهدة الصور التي تتضمن دماء وقتلى. كانت ثورة 26 من سبتمبر إيمانا جمعيا بلا حد، وكانت الإمامة عهدا بائدا عند اليمنيين حتى انشغلوا أو أشغلوا عن الاحتفاء بعيدا عن الأعياد. بعيد الأعياد وتسلل الأئمة الجدد من وراء غفلة اليمنيين عن ذكرى ثورتهم المجيدة، لكن الشعب الذي اشترح المعجزة لن يعجزه الصعب. هذا جزء مما كتبه وليد علوان في مقاله المنشور بموقع المصدر أونلاين، وأضاف متحدثا عن طريقة الاحتفاء بعيد 26 من سبتمبر: في ليلة الذكرى يشعل الناس سطوح منازلهم بمشاعل الثورة، تسمى العادة في بلدتنا تنصيرا، ولعل مدلولها أقرب إلى الاحتفاء بالنصر من المعنى الظاهر. التنصير أن تحتفظ برماد الصعد قبل 26 من سبتمبر بمدة كافية، وليلتها تعجن الرماد بالجاز أو الديزل، ثم تفرقه إلى كرات صغيرة، تضع كل منها على أحجار شرفة المنزل في جهة واحدة أو أكثر. يتم ذلك بتوقيت واحد وبالتزامن مع إيقاد شعلة الثورة في ميدان التحرير وسط صنعاء الثورة.
وعلى وقع الأغاني الوطنية المنبعثة من معظم بيوت القرية المشتعلة بهجة وثورة. في اليوم التالي يجتمع الناس كبارهم وصغارهم لدى الأهالي الذين لديهم أجهزة تلفاز، وقد استعدوا لهذه المناسبة بفحص صلاحية البطاريات وإعادة شحنها، كما بنصب الهوائيات البدائية وتحريكها حتى تبدو الصورة. تتم هذه العملية بواسطة 3 أشخاص، أحدهم يحرك الهوائي على سطح المنزل، والآخر في الداخل يراقب ظهور الصورة أمام التلفاز، والثالث هو ضابط الإشارة الذي يقف بالخارج. حوادث عرضية طالما حدثت من قبيل تردي ضبط الهوائي، لكنها لم تكن تؤثر على سير فعالية الاحتفاء بعيد الثورة أو 26 سبتمبر كما تلفظه الأمهات. ينتظر الجميع العرض العسكري، مشهد مهيب ومنتظم، صورة جنود الجمهورية التي أشرقت على مشهد العقبة البائدين، وهناك المعلق يسكب في النفوس روح الثورة دفقة بعد دفقة، ويجعل القشعريرة تسري في أجساد الصغار والدموع تقفز من عيون الكبار. يختم العرض ويبقى حديث الأهالي لأسابيع قادمة، يتذكر كبار السن تجاربهم مع عقفة النظام البائد بالكثير من التندر على رغم المرارات التي عاشوها، لكن نشوة الثورة تنسي ألم الإمامة البائد. يقول البسطاء تجاربهم، ويحكي المثقفون تاريخ الثورة، ويؤمن الجميع بثورة أعادت اليمن إلى الخارطة بعد أن غيبه الإماميون لحقب طويلة في مثلث الظلمات، الجوع والفقر والمرض. نسمع عن اختفاء حقيبة مسافر في المطار، عن ضياع تليفون، عن فقدان بطائق، لكن في ظل سيطرة ميليشيا الانتقال على عدن، إليكم ما هو الشيء الذي اختفى من داخل المطار وفقا لصحيفة أخبار اليوم. اختفاء حافلة نقل من مطار عدن عقب أيام من استلامها، حيث تداول نشطاء محليون في مدينة عدن صورة لحافلة نقل ركاب قالوا أنها اختفت من مطار المدينة الدولي. وقال مصدر محلي أن حافلة نقل ركاب سرقت من مطار عدن الدولي بعد أيام من استلامها ضمن عدد من باصات النقل التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمطار الذي يخضع لسيطرة قوات من إدارة أمن عدن الموالية للإمارات. أفاد المصدر أن عملية نهب حافلة النقل تمت بتسهيل من أشخاص يعملون في المطار دون تحديد وظائفهم، وعقب ساعات من اختفاء الحافلة قامت إدارة مطار عدن الدولي بفتح تحقيق في الواقعة. إذن موقع المصدر أونلاين يتساءل في صفحته الرئيسية بعد رفع الحظر أو رفع السعودية الحظر عن استيراده، هل يعيد القرار الازدهار لزراعة الرمان اليمني؟ حيث كانت الحكومة السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة قررت أواخر ديسمبر من العام الماضي حظر استيراد ثمار الرمان من اليمن، وبررت السلطات السعودية قرار الحظر حينها بأنه جاء بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات في الرمان بنسبة أعلى من المسموح أو من الحد المسموح به عالميا. كان لقرار الحظر تأثير كبير على حياة المزارعين والتجار على حد سواء، حيث لم يعد المردود المادي من زراعة وتجارة الرمان كبير، ولم يعد يغطي تكاليف الإنتاج في أحيان أخرى كما هو موسم الرمان هذا العام وفق تجار للرمان في مأرب. بالنسبة للمستهلكين اليمنيين فإن القرار كان له تأثير إيجابي لهم، حيث انخفضت قيمة ثمار الرمان ووصل سعر الكيلو الواحد إلى أقل من 500 ريال، في حين كان سعره في الأعوام السابقة فوق 800 ريال. ووفقا للموقع تعد السعودية السوق الأكبر لصادرات الرمان اليمني، ولم يؤثر القتال بشكل كبير على دخول منتجات الرمان إليها، لكن تكاليفه زادت بالنسبة على التجار الذين اضطروا إلى نقله عبر منفذ الوديعة الذي ظل شريان اليمن الوحيد مع السعودية. ومن المتوقع أن يكون للقرار السعودي أثر إيجابي على زراعة وإنتاج الرمان وأوضاع المزارعين في عدد من مناطق زراعة الرمان وأبرزها محافظة صعدة، لكن تعافي الزراعة إجمالا يحتاج إلى وقت ومساندة نظرا للظروف التي خلقتها الحرب وانعكست سلبا على الزراعة في اليمن وفي صعدة تحديدا.
26 سبتمبر ذكرى ميلاد المواطن اليمني، تحت هذا العنوان كتب محمد دبوان المياحي مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين. ربما لم يمنحنا سبتمبر شيئاً على صعيد المكاسب المادية، لكنه منحنا الحرية وأعاد إلينا معنى الإنسان. قبل سبتمبر لم نكن مواطنين حقيقيين، كنا رعايا للحاكم المقدس بعض ممتلكاته الخاصة وأشيائه الرخيصة. قبل سبتمبر كنا أدوات زهيدة يحرث بها السلطان الأرض وتمنحه الثمرة جاهزة إلى فمه. كنا عبيدا متعبين يطلق سراحها صباحا فتذهب لتجلب له الماء والطعام، ثم يضع القيد على معصمها ليلا كي لا تفر. هكذا باختصار كان اليمني قبل 26 من سبتمبر. ثم جاء صباح سبتمبر بكامل جلالته ووضع حدا لتلك المهزلة الممتدة منذ عشرات القرون. هذا ما منحنا إياه سبتمبر، الحرية ولا شيء سواها، وهي قيمة مركزية تتأسس عليها باقي قيم الدولة المدنية الحديثة كلها. وبصرف النظر عن تعثرات مشروع ثورة سبتمبر وعدم تمكنها من تجسيد صيغة مثلى للحياة المدنية المأمولة، إلا أنها تظل نقطة تحول جذرية تمكن فيها اليمني من إثبات ذاته. النظام السابق كان قد أفرغ جمهورية سبتمبر من محتواها وأوصل البلاد لحالة من الانسداد الكلي الذي غدت معه قيم الجمهورية مجرد لافتات زائفة، بل إنه كان يمهد، إلا أن فبراير أسقط هذا الرهان، وهو ما دفع النظام لاحقاً للتآمر مع أحفاد الإماميين الجدد وسلمهم الجمهورية بكاملها. احتشد اليمنيون مرة أخرى وعاودوا المعركة ضد صيغة الجديدة من حكم الإمامة المتخفي تحت جلباب الجمهورية، الأمر الذي يعني أن المعركة الحالية هي امتداد طبيعي لمعركة الثورة الأم، ودفاعاً عن ذات القيم التي حاول البعض التحايل عليها وتدميرها من الداخل. ما زال الغموض يكتنف مصدر الهجمات على منشآت شركة أرامكو السعودية، فيما أكد خبير أسلحة ألماني أن الصواريخ المستخدمة في الهجمات والطائرات المسيرة صناعة إيرانية، كما نوه بأن الحوثيين قدموا صوراً مزيفة عن الهجوم. ووفقاً لموقع الدي دبليو الألماني، خبير أسلحة صور الحوثيين عن هجوم أرامكو مزيفة. من جانبه كشف موقع شبيغل الإلكتروني عبر مقابلة مع خبير أسلحة ألماني قوله إن الهجمات التي استهدفت موقعين إنتاجيين لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي تمت بأسلحة إيرانية الصنع على الأرجح وبدرجة عالية من الثقة. وحلل الخبير فابيان هينتس أقوال وصور الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات، وقال هينتس الذي يعمل باحثا لدى مركز جيمس مارتين للدراسات الخاصة أن الهجم أو أن ما تم عرضه في الرياض من قطع لطائرات مسيرة تذكره بما تم عرضه في معرض للأسلحة في إيران قبل سنوات، ما يجعله مقتنعا بدرجة عالية من أن الأسلحة المستخدمة والصواريخ والطائرات المسيرة هي إيرانية الصنع وليست حوثية كما تدعي الجماعة في بياناتها. كما لاحظ أن ما عرضه الحوثيون من صور قالوا أنها التقطت من قبل متعاونين معهم في موقعي الهجوم في السعودية هي صور قديمة موجودة في الإنترنت تم طبعها بشكل سيء للغاية وعرضوها باعتبارها صورا حديثة تم التقاطها بعد الهجوم، وفي الحقيقة هي صور مزيفة حيث تم التقاطها من قبل الشركة نفسها لغرض الدعاية والترويج ونشرت على الإنترنت. أما بشأن الصور التي قيل أن الطائرات المسيرة التقطتها أثناء الطيران فوق الموقعين فهي صور من تطبيق جوجل إيرث. في جولتنا بالصحافة الفرنسية ومن صحيفة لو فيغاغو تحديدا نطالع عنوان السعودية توافق على هدنة جزئية في اليمن. قالت الصحيفة إن قرار الرياض جاء بعد أسبوع من إعلان خصومهم الحوثيين هدنة من جانب واحد، تتابع استجابة لمبادرة المتمردين المدعومين من إيران. وافقت القوات السعودية التي تقود تحالفا يعمل في اليمن منذ مارس 2015 على تطبيق وقف جزئي لإطلاق النار في 4 مناطق
من بين هذه المناطق وفقا للجريدة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 5 سنوات. وإذا استمرت عملية وقف إطلاق النار هذه فيمكن للسعوديين مد الهدنة إلى أجزاء أخرى من اليمن. وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات 14 سبتمبر على البنية التحتية النفطية السعودية. وقالت الرياض وحلفاؤها الغربيون الذين يتهمون إيران برعاية الهجوم إن إعلان الحوثيين مسؤوليتهم أمر غير موثوق فيه أو به. كيف تتحكم إيران بالمنطقة؟ تحت هذا العنوان كتب غازي نحمان مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. باتت إيران المتحكم الفعلي بالمسارات في الشرق الأوسط، هذه الحقيقة. تتحكم إيران بمخرجات السياسة في المنطقة، سواء بالنسبة إلى العواصم التي تسيطر عليها أو حتى بالنسبة إلى خصومها، وحتى سياسات القوى الدولية الكبرى. فجميع سياسات هذه الأطراف تصدر كرد فعل على السياسات الإيرانية، وهي في الغالب ذات طابع دفاعي. ولعل المفارقة في الأمر أن طاقة إيران على اللعب والمناورة بالإضافة إلى حجم النفوذ الذي باتت تستحوذ عليه لا يتناسبان مع قدرتها التكنولوجية والعسكرية ولا حتى الاقتصادية مقارنة باللاعبين الآخرين إقليميين ودوليين. بنت إيران نفوذها في بيئات تعاني من فراغ سياسي نتيجة أزمات عصفت بها وقد عرفت كيف تستفيد من هذه الأوضاع وتوظفها لصالحها. تركز إيران على البيئات الشيعية والتي طالما اعتبرت نفسها ضحية مظالم منذ مئات السنوات، وأنها تواجه فرصة تاريخية لتغيير معادلات السلطة والحكم في المنطقة. تعرف إيران كيف تجعل بعض الأطراف الدولية تقف في صفها في مواجهة خصومها، وقد نجحت سياساتها في جعل روسيا والصين حلفاء لها في مواجهة عداء أمريكا. تعاملت إيران في صراعاتها مع أمريكا الطرف الأكثر فاعلية في المنطقة عبر أسلوب العمل من خلال وكلائها في المنطقة، فلا تتبنى أي عمل بشكل مباشر، ما يضعف الخيارات العسكرية للأطراف الأخرى. كيف يمكن احتواء تأثيرات القوة الإيرانية؟ لابد من الاعتراف بأن العرب يواجهون مأزقاً مركباً في المواجهة مع إيران. فبالإضافة إلى السيطرة المطلقة لإيران على الجناح الشرقي للعالم العربي، العراق وسوريا، فإن العرب أنفسهم يفتقرون لموقف واضح وموحد للتعامل مع الخطر الإيراني، في وقت تقوم به إيران بتغيير الوقائع والمعطيات لصالحها بشكل يومي وسريع. ولا يبدو أن ثمة رهاناً ممكناً للخروج من المأزق الحالي في ظل الذهنية السلطوية العربية الراهنة، كما أن الرهان على القوة الخارجية لردع إيران يثبت يوماً بعد آخر أنه ليس سوى وصفة ناجعة لتحقيق خسائر متزايدة لصالح إيران. كيف يتم اختيار عواصم الدول؟ من الممكن أن يكون هذا السؤال قد تبادر لذهنك، ولكن هل سبق أن سمعت بدول تغير عواصمها؟ يعنون موقع CNN الأمريكي نقل الدول عواصمها إلى مدن أخرى لماذا؟ يقول الموقع لا تعتبر عملية بناء العواصم من الصفر شيئا جديدا، إذ بنيت العديد من عواصم المدن لسبب معين مثل واشنطن وبرازيليا وأوتاوا. ويتضمن هذا التغيير الكثير من المزايا والقليل من المخاطر، بدءا من اختيار موقع محدد في كل بلد، مما يرسل رسالة توحي بالتوازن والحيادية. إذ قال ديفيد غوردون بروفيسور في جامعة التخطيط بجامعة كوينز أن العاصمة عادة ما تكون حلا وسطا، ففي الولايات المتحدة كانت العاصمة حلا وسط بين الجنوب الريفي والشمال الحضري، كما لفت إلى أن الشيء ذاته حصل في كندا مثل أي حيث مثل نهر أوتاوا الحدود بين المناطق الناطقة بالفرنسية والمنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية. وبحسب غوردون فإن العواصم المخططة تتبع واحدة من نماذج التخطيط الثلاث، فإما أن تلحق الأسلوب الأوروبي الكبير الذي يتضمن نمط الشوارع الكبيرة أو المجتمعات المحاطة بالمساحات الخضراء، أو الأسلوب التجديدي الذي يأمل في تحقيق الحلول الوسطى. بدوره قال نونو بينتو محاضر في التخطيط والتصميم الحضري بجامعة مانشستر إن برازيليا فشلت في هدفها الكبير لتكون عاصمة مفتوحة ومليئة بالمساواة، وأصبحت مليئة بالفصل الاجتماعي.
ورأى جوردون أن بناء عاصمة يحتاج ممارسة طويلة الأجل للغاية، كما نصح بأن تسعى الدول إلى تحقيق أهداف عالية والمحافظة على الرؤية طويلة الأمد والتمسك بالخطة. سرطان العنصرية، تحت هذا العنوان كتب حسين شبكشي مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: يتعرض رئيس الوزراء الكندي لأعنف حملة انتقاد في تاريخه السياسي بعد أن كشف عن مجموعة الصور القديمة له وهو قد طلى وجهه باللون الأسود في حفلات تنكرية مختلفة وهو يسخر من أصحاب الأصول الإفريقية، وهي المسألة التي باتت المجتمعات الغربية تعتبرها تصرفاً شديد العنصرية ومناهضاً بشدة للحقوق المدنية. هذا التصرف المشين قام به من قبل عدد غير قليل من المشاهير من السياسيين والفنانين والرياضيين، وقد قاموا جميعاً بالاعتذار عقب عاصفة من الانتقادات والشجب والاستنكار. وقد بدأت هذه الظاهرة في فترة 1830 ثم تطورت لتدخل في الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية. وقد بدأت هذه الظاهرة في فترة 1830 ثم تطورت لتدخل في الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية وتنقلها ثقافات أخرى مثل اليابان التي لا زال فيها شخصية كرتونية إفريقية اسمها سامبو، تعتبر من أكثر الرموز العنصرية، وكذلك تم استخدام ذلك الأمر في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية في العالم العربي دون خجل ولا اعتذار. أفلام مثل عنترة بن شداد والعديد من الأفلام الأخرى والمسلسلات الخليجية كان معتاداً رؤية ممثلين يطلون وجوههم باللون الأسود بشكل ساخر، بل إنه إلى اليوم تباع حلوى في الأردن ولبنان باسم رأس العبد. وأيضاً هناك كلمات مثل يا بربري ويا عبد ما زالت تستخدم بلا عقوبة وبلا خجل في معظم الدول العربية. فرنسا عندما استعمرت إفريقيا أطلقت كلمة نيجرو لوصف سكان هذه القارة، ولفظياً تعني الأنف الكبير باللغة الفرنسية. وتطورت هذه الكلمة مع الوقت لتصبح نيجر بالإنجليزية، ومع تطور حراك الحقوق المدنية في أمريكا تم تجريم استخدام هذه الكلمة والمعاقبة الاجتماعية لمن يفعل ذلك. مشكلة العنصرية متأصلة وعميقة الجذور في العالم العربي، وهو منبع الصراع على الهوية في المنطقة. فالشرق الأوسط منطقة تعج بصراع الهويات، فهناك العرب الذين تمكنوا بعبقرية من اختراع كذبة وصدقوها، فقسموا أنفسهم ليتطور الأمر اليوم إلى مزيد من التقسيمات الفرعية، ليكون هناك عرب الجزيرة وعرب الشمال وعرب الشرق وعرب الغرب. مجموعة من الصور كما نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية لأحداث مختلفة حول العالم نستعرضها في جولتنا اليوم. الكاريكاتير فن ينافس الكلمة ويختصر الرسائل الكثيرة في لوحة واحدة، مجموعة من هذه الرسوم في آخر جولة في حلقة اليوم.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.